لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه. أي هذه الكلمة وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، أي جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها، وروي نحوه عن ابن عباس. وقال ابن زيد كلمة الإسلام، وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة أن إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هي كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نفي، هي البراءة من كل ما يعبد من دون الله، إلا الذي فطرني إلا الله سبحانه وتعالى. جعلها الله كلمة باقية في نسلي وذرية إبراهيم لعلهم يرجعون إليها، لأن من أراد أن يصل إلى الحق وجده، فلا تزال ملة إبراهيم ثابتة موجودة في طائفة ولو قلت أو في أفراد ولو قلوا في العرب. ولذلك كان من مات منهم في الإشراك، كان قبل البعثة، كان
معذبا لأنهم بلغتهم دعوة الرسل، بلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام، لأنه لا يزال في عقب إبراهيم من يقول لا إله إلا الله إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا قلة، كان قس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل، كان منهم من تدين بالنصرانية، وكان منهم من بقي على التوحيد دون أن يتدين بما عليه النصارى. فدل ذلك على أن الكلمة باقية، وأن ما ذكره الله عز وجل إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام حاصل. ثم قال تعالى: بل متعت هؤلاء، يعني المشركين، وآباءهم، أي فتطاول عليهم العمر في ضلالتهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، أي بين الرسالة والنذارة. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون، أي كابروه وعاندوه ودفعوا بالصدور والراح، يعني ده تمثيل، يعني يدفعوا كل ما يملك، يعني كفرا وحسدا وبغيا. وقالوا كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي هل لكان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين، يعنون مكة والطائف. قاله ابن عباس وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وابن زيد. وقد ذكر غير واحد منهم قتادة أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي. وقال مالك عن زيد بن أسلم والضحاك والسدي يعنون الوليد بن المغيرة ومسعود بن عمرو الثقفي. ابن عمرو. أظن هذه النسخة دقة. هتبقى مسعود بن عروة، لا يبقى عروة بن مسعود. وعن مجاهد عمير ابن عمرو بن مسعود الثقفي، وعنه أيضا أنهم يعنون عتبة بن ربيعة، وعن ابن عباس جبار من جبابرة قريش، يعني لم يسمني، وعنه أنهم يعنون الوليد بن المغيرة وحبيب ابن عمرو ابن عمير الثقفي. وعن مجاهد قال يعنون عتبة بن ربيعة بمكة وابن عبد ياليل بالطائف. قال السدي عنه الوليد بن المغيرة وكنانة بن عبد عمرو ابن عمير الثقفي. والظاهر أن مرادهم كبير من أي البلدتين كان. قال الله تعالى ردا عليهم في هذا الاعتراض: أهم يقسمون رحمة ربك، أي ليس الأمر مردودا إليهم بل إلى الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالاته، فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفسا وأشرفهم بيتا وأطهرهم أصلا. ثم قال تعالى مبين أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة. قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. قيل معناه ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال، لا
لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا. قاله السدي وغيره. وقال قتادة والضحاك: ليملك بعضهم بعضا وهو راجع إلى الأول. ثم قال: ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.